السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم معانا في فيديو جديد. في الأول لازم نصلي على رسولنا وحبيبنا سيدنا محمد، فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. النهاردة إن شاء الله هنستقبل مع بعض قمر يوتلسات الموجود في الموقع المداري 3.1 شرق، وإن شاء الله هنستقبل كمان الفيدات اللي عليه. طبعا الفيد ده بيكون عبارة عن تردد بينزل قبل المباراة بساعة أو بنص ساعة بالكتير، وبيكون التردد ده مشفر عن طريق البيس، وبيكون مخصص لنقل البث من المصدر يعني من الملعب مثلا لقنوات البي ان. وبالنسبه لحجم الطبق لاستقبال قمر يوتلسات 3 شرق، فلو حضرتك من العراق او من سوريا او من فلسطين او من الاردن او من لبنان او من دول الخليج او من اليمن او من منتصف مصر او من شمال ليبيا او من تونس او من الجزائر او من شمال المغرب، ممكن تستقبل القمر بطبق بدايه من 85 سنتي. ولو حضرتك من جنوب ليبيا او من اقصى جنوب الجزائر او من جنوب المغرب او من شمال السودان، ممكن تستقبل القمر بطبق بدايه من متر. وبالنسبه لاستقبال الفيدات فهتحتاج طبق لا يقل عن متر في معظم الدول العربيه، وهتحتاج طبق 120 في بعض الدول. وبالنسبه لاقوى تردد الاستقبال هو 11655 افقي على معدل الترميز 4 أربعات، يعني 4444. دلوقتي نروح نستقبل القمر مع بعض، لكن في الاول يا ريت تدعمنا بلايك وتشترك في القناه لو لسه ما اشتركتش، وتخليك معانا. طبعا زي ما حضراتكم عارفين احنا في كل فيديوهاتنا بنكون واقفين على النايل سات، فاحنا دلوقتي واقفين على النايل سات اهوت. عندنا القناه الاولى قدامكم اهيت، وعندنا القناه الثانيه. اول حاجه هنجيب قمر يوتلسات 3، وهنجيب اول تردد عليه اللي هو 11655 افقي على معدل الترميز 4 4 4 4 4 4 4. هندوس عليه اوكي كده، وهنظهر الاشاره. طيب بعد ما كتبنا اول تردد وده طبعا اول حاجه بنعملها واحنا بنستقبل اي قمر، بعد كده ميل العدسه. طبعا قمر يوتلسات 3 هو قريب من النايل سات، فاحنا مش هنحرك العدسه الا لما بنستقبل القمر الاول، وبعد كده نحركها لفوق شويه او لتحت شويه لحد لما نجيب على اشاره. دلوقتي هنحرك الطبق انهي اتجاه؟ نحرك الطبق على يمين النايل سات ولا على شماله؟ طبعا القمر يوتلسات 3 موجود في الموقع المداري 3.1 شرق، والنايل سات موجود في 7 غرب. يبقى طالما احنا قلنا شرق، يبقى نحرك الطبق ناحيه شروق الشمس او ناحيه ايدينا الشمال واحنا ورا الطبق. طيب هنحرك الطبق كام سنتي؟ احنا قلنا ان النايل سات موجود في الموقع المداري 7 درجات غرب، ويوتل سات 3 موجود في الموقع المداري 3 شرق، يبقى بينهم ادي 3 و7، يبقى 10 درجات. وطبعا زي ما انتم عارفين احنا بنستقبل بالطبق المتر، وقلنا قبل كده طبق المتر الدرجه عليه تقريبا ب 2 سنتي، يبقى 10 درجات في 2 سنتي يبقى تقريبا 20 سنتي. يبقى نحرك الطبق ناحيه ايدينا الشمال تقريبا 20 سنتي. طيب هنرفع الطبق لفوق ولا هننزله لتحت؟ احنا قلنا برضو احنا في مصر هنا، علشان قمر الوسط بتاعنا في مصر هنا هو عربسات 30 غرب، يبقى الطبق وانت واقف على النايل سات وبتحرك ناحيه الشرق، بترفع الطبق لحد ما توصل عربسات، وبعد كده بتنزل تاني. يبقى احنا واحنا واقفين على النايل سات وحركنا ناحيه ايدينا الشمال، الطبق بيرتفع لفوق، لو حركنا ناحيه ايدينا اليمين الطبق بينزل لتحت. لكن في بلاد طبعا عربيه النايل سات هو قمر الوسط بتاعهم، يبقى وانت واقف على النايل سات بالنسبه للبلاد ديت، وانت واقف على النايل سات لو هتحرك شمال الطبق هينزل، لو هتحرك يمين الطبق هينزل. احنا واحنا في مصر هنا هنحرك الطبق شمال تقريبا 20 سنتي، وهنرفع وش الطبق لفوق بالشكل ده كده. ادي حركنا الطبق 20 سنتي هو تقريبا، وهنرفع وش الطبق لفوق واحدة واحدة علشان معدل الترميز قليل بالشكل ده كده. طيب هنيجي شمال شوية كمان، وهننزل الطبق لتحت. ادي استقبلنا اشارة 72-82%. طيب احنا اول ما بنستقبل الاشارة بنعمل ايه؟ نتأكد ان احنا استقبلنا القمر، بنخرج ونشوف القناة شغالة ولا القناة المغربية. ادي القناة شغالة اهيت، يبقى هنخش على الإشارة تاني. دي أول حاجة بنعملها، وبنربط على الطبق ربط مبدئي. طيب بعد ما ربطنا على الطبق ربط مبدئي هنخرج بره كده ونجيب قناة ستار. قناة ستار ديت لما تعلق في الإشارة بتاعتها بتستقبل الفئات وأنت مرتاح. هنخش كده على التركيب ونشوف اشارتها كام. اشارتها
38%، لا لازم تزيد شويه. هندوس على الطبق من ناحيه اليمين، الاشاره بتقل. طيب ندوس عليه من ناحيه الشمال، الاشاره بتقل. نضغط عليه من فوق، ادي الاشاره بتزيد اهي، تجيب 57%. يبقى ننزل الطبق اللي تحت شويه، ادي الاشارة 57%. نخرج كده نتأكد، ادي القناة شغالة تمام. هي عشان تتأكد انك استقبلت ترددات الفيدات اللي موجودة على قمر يوتلسات 3، الافضل انك تستقبل القمر في اي وقت في مباراة، او تجيب اعلى اشارة على تردد 11655 افقي على معدل الترميز 4444، وتردد 12720 افقي على معدل الترميز 13960. وعلشان في ناس بتقول ان ريسيفر سان بلس صعب في استقبال الفيدات، فالنهارده ان شاء الله هنستقبل القمر بريسيفر مافيا 3 ساعات معالج سان بلس. وطبعا علشان تقدر تستقبل الفيدات، المفروض ان قمر يوتلسات هو يكون قمر السنتر، ولو حبيت تضيف اي قمر تاني فالمفروض تضيف اي قمر على مسطره. في الفيديو اللي احنا كنا استقبلنا فيه قمر يوتلسات 3، كنا حركنا الطبق من النايل سات لقمر يوتيل سات مرة واحدة، لكن النهاردة ان شاء الله هنستقبل في الاول القمر البلغاري الموجود في الموقع المداري 1.9 شرق، طبعا لانه اقرب قمر لقمر يوتيل سات، وبعد كده هنحرك الطبق حاجة بسيطة خالص علشان خاطر نستقبل قمر يوتيل سات. اول حاجة هنجيب القمر البلغاري، وهنجيب اول ترد عليه اللي هو بتاع قناة ارينا اللي هو 12380 افقي على معدل الترميز 30000، وهنظهر الاشاره كده. طيب هنحرك الطبق ناحيه ايدينا اليمين ولا ناحيه ايدينا الشمال؟ هنحرك الطبق ناحيه ايدينا الشمال تقريبا 18 سنتي، واحنا قلنا قبل كده في جميع الفيديوهات ليه 18 سنتي، عشان خاطر الدرجه على الطبق المتر بتساوي تقريبا 2 سنتي، والنايل سات موجود في الموقع المداري 7 درجات غرب، والقمر البلغاري موجود في الموقع المداري 1.9 شرق، يعني بينهم تقريبا 9 درجات، يبقى 2 × 9 تقريبا ب 18 سنتي. يبقى هنحرك الطبق 18 سنتي وهنرفع وش الطبق لفوق بالشكل ده كده، وهنرفع وش الطبق لفوق. ادي جبنا اشاره اهيت تقريبا 67%، ادي 100% اهيت. نخرج كده نشوف القنوات، حكايه بسيطه خالص بس عايز امشي واحده واحده. ادي عندنا قناة ارينا 1 اهيت، وادي عندنا قناة ارينا 2، وعندنا قناة ارينا 3. دلوقتي هنجيب القمر يوتلسات 3، وهنجيب قناة ستار اللي هي موجودة على تردد 12720 افقي على معدل الترميز 13960، وهنظهر الاشارة كده. كل اللي احنا هنعمله هنحرك الطبق حاجة بسيطة خالص ناحية ايدينا الشمال واحنا ورا الطبق بالشكل ده كده. ادي جبنا اشارة اهيت، ونحاول نرفع الطبق لفوق شوية. ادي الاشارة جت معانا اهيت 86، نرفع الطبق لفوق شوية، ادي 88، ادي تقريبا بتجيب 100% اهيت زي ما حضراتكم شايفين، 94، طيب نلف العدسه شويه، قلت ادي 92، 81، 92. نخرج كده نشوف القنوات، نجيب تردد قناه الفيد اللي هو تردد 10960 لان عليه ماتش دلوقتي، ادي التردد شغال اهوت، وشرطه 43%، 41%، ده طبعا التعليق فيه اجنبي او تعليق صوت الجمهور بس. نجيب تردد 10970 افقي على معدل الترميز 7500، ده التعليق العربي. نعلي الصوت كده زي ما حضراتكم سامعين التردد ده، طبعا ده التعليق العربي، بس التردد ده فيه مشكلة احيانا بيكون ضعيف فمبيشتغلش، لكن دلوقتي شغال معانا اهوت، ونشوف اشارته كام برضو. التردد 10970 افقي معدل الترميز 7500، جايب 41% اهوت، و10960
افقي معدل ترميز 7500 جايب 43%. وبكده نكون استقبلنا الفيلات الموجوده على قمر يوتلسات 3. اتمنى ان الكل يكون استفاد من الفيديو، واتمنى الكل يشترك في القناه ويفعل زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.